مشاهدينا على قناة شوف تي في، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم رمضانيات. اليوم نزلنا الشارع وسولنا المواطن المغربي شكون هي أول زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. بغيتوا تعرفوا على الإجابة؟ أجيو معنا. من هي أول زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ زوجة النبي عائشة رضي الله عنها. خديجة. ما شاء الله عليك، وجوابك صحيح في محله، تبارك الله عليك. عائشة جبوس عائشة. 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 متأكدة؟ خديجة ولا عائشة؟ والله ما متأكدة، ما عرفش، نسيت. ولكن على العموم جوابك صحيح، تبارك الله عليك. خديجة. 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 متأكد. تبارك الله عليك، جوابك صحيح. أول زوجة للنبي اللهم صل وسلم عليه وبارك هي السيدة خديجة. خديجة. أنت متيقن من الجواب؟ نعم، 100%. ما شاء الله عليك. لأنه هي تزوجها وهي كبيرة في السن، وهو كان أصغر منها سنا، ومع ذلك تزوجها. هذا دليل على أنه الرجل ما يفرق بين المرأة بسنها كبيرة ولا صغيرة، خاصة يكون يدور على صاحبة العقل. وكانت خديجة رضي الله عنها كانت تعمل بالتجارة، كان عندها فلوس بزاف، ولذلك الرسول ما همه فلوسها، همه تدينها وعقلها. انت يمني؟ انا سعودي. سعودي. ما شاء الله عليك. من الرياض. واش من عارف؟ لا ما عرفش. ايش اول زوجة ديال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي خديجة. تبارك الله عليك، جاوبك صحيح. كلمة تقول للمشاهدين في مناسبة شهر رمضان؟ كنقول لهم مبروك عواشركم، والله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحة والسلامة ان شاء الله وبطول العمر. والمهمات وشي حجات ان شاء الله، والاباء تا هما يا والاصحاب الباك تاهما ان شاء الله النجاح. كل شيء وصف. كل شيء تبارك الله عليهم، الله يسهل على الجميع. عيد للامه المغربيه وعلى الناس اللي خارج الوطن، وكنقول لهم الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه، وكنقول للشعب المغربي خاصه تقوا الله في رمضان ونقصوا شويه من النفاق. كنتمناو المنافقين يرجعوا لطريق الله مما يخرج رمضان، نشوفوا واحد الطريقه اخرى باش فهمتي يتعودوا على هادشي من رمضان، ملي يخرج رمضان نشوفوا ستوب المنافق راه واش ترادي. وكيف ما شفتوا معنا مشاهدينا، الاجوبه ديال المواطنين كانت متباينه ما بين اجوبه صحيحه واخرى خاطئه، والجواب الصحيح كان هو خديجه رضي الله عنها هي اول زوجه للنبي عليه الصلاه والسلام. بهذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه حصه اليوم برنامجكم رمضانيات. غدا نتلاقاو ان شاء الله في امان الله.